وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والأصحاب الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله إخواني الكرام، هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا المجلس المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجتمع هذه الوجوه على حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إخوانا على سرر متقابلين. قصيدة بعنوان الرسول القائد صلى الله عليه وسلم: فاحت بعاطر ذكرك الأيام وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فهنا فأنت السيد المقدام. بنيت لهم من الأخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدم اضطرابا، فلو حفظوا سبيلك كان نورا وكان لهم من النحوس حجابا. لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات، ضلت علومهم برغم نبوغهم وتعرضوا لمهالك خطرات، وتنكبوا سبل السلام وأقبلوا يتشدقون بأتفه الكلمات. لو أدركوا معنى السلام لأسلموا، ما غير دينك سلم لنجاتي. القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الآيات والسورات.